لكل اللي عم بتابعونا برنامج زمن بيختصر مراحل عديدة بحياة الفنان. رح نرجع من خلال هالبرنامج نعيش أهم تفاصيل حياته الماضية، رح نحكي عن الحاضر ورح نشوف شو ناطره للمستقبل، شو متخيل رح يصير معه بالمستقبل وشو مخاوفه من المستقبل. برنامج زمن فيه الكثير من النوستالجيا، فيه كثير من القصص الحلوة اللي نابعة من القلب للقلب، وفيه كمان بعض الأفشات الصغيرة اللي رح بتخلي حياة الفنان فيها مراحل حلوة ومراحل صعبة. زمن عبر قناة الـ LBC، تابعونا، معكم راغدة شلبي.